إذن الآن رتل عسكري تركي يصل إلى منطقة أكشاكالا في ولاية شانلي أورفا على الحدود التركية السورية استكمالا للتعزيزات العسكرية التي يرسلها الجيش التركي تباعا إلى المناطق الحدودية المقابلة لمنطقة تل أبيض أو مدينة تل أبيض في محافظة الرقة السورية استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة كانت قد أعدت لها تركيا منذ أشهر وأرسلت تعزيزات إضافية. والآن نشاهد هذه التعزيزات آليات ثقيلة ورتل عسكري جديد يصل إلى هذه المنطقة. آليات ثقيلة الآن في هذا الرتل على ما يبدو نشاهدها الآن وصلت من عدة ولايات تركية إلى الحدود التركية السورية. هذه هي النقطة صفر التي سينطلق منها الجيش التركي وقوات المعارضة المدعومة من أنقرة تجاه مدينة تل أبيض التي تشاهدونها خلفي تماما. هذه المدينة التي يعتقد أنها ستكون نقطة بداية العمليات العسكرية التركية في شرق الفرات. طبعا بحسب المصادر التركية المتعددة التوغل التركي سيكون في المناطق ما بين مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية وأيضا مدينة رأس العين ذات الكثافة السكانية العربية والقرى العربية ما بين هاتين المنطقتين ضمن ما يسمى عمليات أو ممر السلام الذي تسعى أنقرة وفق ما تقول لإبعاد خطر وحدات الحماية الكردية التي تنتشر في هذه المناطق إلى داخل الأراضي السورية. لقناتي العربية والحدث، زيدان زنجلو من الحدود التركية السورية.